فلما جاء يوم الخميس ليلة الجمعة بعد أيام التشريق السابع عشر من ذي الحجة تحرك جيش معاوية من الشام، لكن هيهات هيهات. تقول زوجته نائلة رضي الله عنها: نام عثمان في مصلاها وقام وهو يتبسم ويضحك، فقلت له: ما الذي يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا نائلة، إني نمت الآن فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: جوعوك يا عثمان؟ قلت: نعم. قال: عطشوك يا عثمان؟ قلت: نعم. قال: حاصروك يا عثمان؟ قلت: نعم. قال: يا عثمان اصبر، ألا تحب أن تفطر معي غدا في الجنة أنا وأبو بكر وعمر؟ قال: نعم يا رسول الله. فقام رضي الله عنه وقال لزوجه: إني صائم غدا. فصام رضي الله عنه ذلك اليوم وأخذ المصحف والقرآن يتلو ويقرأ حتى وصل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله. ثم أحرقوا باب داره، أحرقوا الدار المباركة وأحرقوا أطراف البيت. فقامت زوجته وقالت: يا عثمان ائذن لي أن أخرج إليهم وأن أخلع حجاب شعري، لأن العرب كانت إذا رأت المرأة أخرجت شعرها احترموها ووقروها. فقال عثمان: لا والله يا ابنة عمي، لا يروا ظفيرة منك أبدا. ثم دخلوا عليه فتقدم أشقاهم وضرب عثمان بالسيف على يده اليمنى ثم قطعت. اللهم إن يدي هذه هي أول من كتبت سورة قاف. ثم تقدم عليه رجل آخر فضربه على رأسه بحديدة ثم سقط على وجهه وخرج الدم وتناثر على المصحف، وأغلق المصحف وهو يقرأ قول الله: فسيكفيكهم الله. ثم قامت زوجته نائلة ودفعتهم عنه بيدها فقطعت أصابعها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فسقط عثمان على وجهه وسمعته يقرأ: فسيكفيكهم الله، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا تحزني يا نائلة، إني سأفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقط رضي الله عنه وأرضاه.